دكتور عبد الناصر. ايوه يا سيدي، اشكرك طبعا على الاستضافه، لانه دي مش مائده مستديره، دي مثلث فيه اخ عزيز جدا وصديق كبير جدا جدا المهندس علاء، واخ وصديق وجار زي ما قال مهندس محمد طلعت حبيبنا يعني، وتواجده في المملكه تواجد كثيف ومشرف صراحه جدا. اللي انا عايز يعني ده لقاء الناس عايزه تسمع فيه، هو احنا بنجذب استثمارات سعوديه، وزي ما المهندس طلعت لا ده في الاتجاه التاني برضو مستثمرين مصريين او مطورين مصريين بيدخلوا السوق السعودي. صح، انا عايز اضيف حاجتين على اني بعتبر اني شايف شويه السوقين بعمق حبتين. انا شايف ان الاول السوق السعودي في المرحله الحاليه سوق جذاب جدا للمطورين المصريين، لو ان هم قادرين يقدموا خبره كويسه. احنا المطورين عندنا شاطرين وقطعوا اشواط كتيره كويسه قوي، عندهم خبره يقدروا يدخلوا بشراكات مع المطورين السعوديين ويعملوا اضافه كويسه في فتره انا بعتبرها استثنائيه جدا في التطوير العمراني وفي المملكه العربيه السعوديه على سكيل وحجم وكواليتي يعني ممتاز ومناخ ممتاز. الحكومه بتشجع جدا الاستثمارات، فانا بعتقد ان في فرصه ممتازه للمطورين المصريين ان هم يمدوا العمل بتاعهم في السعوديه. الناحيه الثانيه، ليه المطورين السعوديين وهم كثيرين موجودين اصلا على الاراضي المصريه كمطورين وشركاء مع مصريين او بيشتغلوا منفردين في السوق العقاري بيحققوا مكاسب بيزودوا استثماراتهم رغم كل التحديات اللي احنا بنشوفها في السوق العقاري خصوصا السنين اللي فاتت وبعض الصعوبات اللي دايما بنتكلم احنا عنها، الا ان احنا سوق كبير وضخم وواعد مش بس في السوق العقاري، في ناس كتيرة سعوديين لهم استثمارات في المجالات الزراعية والصناعية، واعتقد ان احنا سوق جذاب جدا. احنا عندنا مقومات ضخمة جدا وعندنا تحديات، مقوماتنا احنا كلنا عارفينها وبنتكلم عنها حلو قوي، تحدياتنا محتاجين ان احنا نعالجها معالجة صح. حقيقية ونكشفها ونتكلم عنها، والحكومة تحط لها استراتيجية واضحة جدا لحل هذه التحديات. وانا بحط على رأس الكلام ده ان مصر النهاردة مش زي كام سنة فاتت، مصر النهاردة عندها بنية اساسية تعمل انطلاقة قوية وجذابة. هل هو القطاع العقاري؟ لا، انا مش شايف ان القطاع العقاري فقط، انا شايف ان احنا اقوياء جدا اننا نفكر في الصناعة ونفكر في الزراعة ونفكر في التنمية الشاملة، لاننا عندنا بنية اساسية تسمح لنا بكده، واحنا جذابين جدا ب السوق الخليجي والناس بتحب تشتغل وتستثمر وتشتري كمان في مصر. فانا شايف احنا عندنا فرصة كويسة، بس نبص لها بصرف النظر عن اللي حصل في الفترة اللي فاتت، احنا على ابواب وقت كويس ونقدر نطلع نتائج جيدة جدا. صح يا فندم. طب طبعا يعني كان لسه الدكتور عبد الناصر قال كلمة مهمة جدا، التحديات اللي ممكن نواجهها في الاستثمار.